الحمد لله رب العالمين. فضيلة الشيخ، كثير ما نسمع أن الشخص أن الإنسان يعذر بالجهل، وأن هناك عذر بالجهل، فمتى حد الجهل في هذا الأحكام الشرعية وفي غيرها؟ الجهل بارك الله فيك عدم العلم، الجهل أن لا يعلم، لكن أحيانا يكون الإنسان يعذر بالجهل فيما سبق دون ما حضر. مثال ذلك ما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رجلا جاء فصلى صلاة لا يطمئن فيها، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، كرر ذلك ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمه، فعلمه، ولكنه لم يأمره بقضاء ما مضى لأنه كان جاهلا، وإنما أمره أن يعيد الصلاة الحاضرة. فإذا كان الإنسان لا يصلي مثلا فيما سبق بناء على أنه لم تجب عليه الصلاة، وهو في محل نائي ليس عنده من يسأله من أهل العلم، فإننا لا نأمره بقضاء ما فاته لأنه معذور. أما إذا كان في بلد فيه العلماء ولكنه فرط فهذا لا يعذر في جهله، ويقع هذا كثيرا في النساء تحيض وهي صغيرة فتظن أنها لم تبلغ بناء على أن البلوغ لا يكون إلا بتمام 15 سنة، فتجدها تدع الصيام بناء على أنها لم تبلغ، ثم تأتي بعد ذلك تسأل تقول إنها بلغت إنها حاضت مثلا وبقت 2 أو 3 سنين لم تصم رمضان، هل تقضي؟ ننظر، إذا كانت في بلد فيه العلماء ويمكنها أن تسأل أهل العلم فهي مفرطة نلزمها بالقضاء، وإذا كانت في مكان بعيد عن العلماء كأهل البادية فإننا لا نلزمها بالقضاء لأنها جاهلة ومعذورة، ليس عندها من تسأل وليس العلم الشرعي متداول في البادية فتعذر. كل شيء يكون الإنسان فيه معذورا فإنه معفو عنه، لأن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون.